إذن مشاهدينا الكرام، للحديث عن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن أحداث عام 1915 ضد الأرمن، معنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي يوسف كاتب أغلى. نرحب بك أستاذ يوسف، مرحبا بك. مساء الخير، تحياتي لكم أستاذ المشاهدين. أهلا بك أستاذ يوسف. يعني ما مدى ارتباط توصيف جو بايدن بين ما حصل من أحداث في عام 1915 ضد الأرمن وبين ما يحصل الآن من انتهاكات وجرائم ترتكبها روسيا في أوكرانيا حسب ما يقول جو بايدن؟ يعني هل هناك وجه للمقارنة ما بين حدثين؟ يا سيدي، يعني نتكلم بصراحة، سئمنا هذه الادعاءات، وهذه الادعاءات كما صرح اليوم الرئيس أردوغان لا قيمة لها ولا تساوي الحبر الذي يكتب أو الإعلان عنه، لأن هذه عبارة عن ادعاءات كاذبة وليس لها أصل في الحقيقة، والمراد هو ابتزاز سياسي من قبل أمريكا والدول الغربية. وبالتالي هذه ليست أول مرة، ولكن هذه المرة الثانية التي يقوم بها بايدن باستخدام هذا المصطلح، مصطلح الإبادة، وله دلالات كبيرة جدا. قبل ذلك يستخدم مصطلحات نوعا ما أقل حدة كمأساة وكأحداث مؤسفة وغيرها، أما كلمة إبادة هذا تخطيط يهودي صهيوني واضح، لأن بعد كلمة الإبادة تبدأ موضوع الابتزازات الحقيقية من أجل أن يكون هنالك قرارات وعقوبات دولية، وثم بعد ذلك تبدأ عملية الاستنزاف والسيطرة على الموارد لتركيا وغير ذلك. وبالتالي أن توضح عفوا أستاذ يوسف هذه النقطة التي تفضلت بذكرها أكثر، يعني كما تفضلت كل الرؤساء الأمريكيين السابقين تقريبا يعني لم يتطرقوا بهذه الصورة إلى كما تفضلت بوصفها إبادة. الآن جو بايدن قلت مرتين يذكر هذه الكلمة، ولكن الهدف ربطت ذلك بالمحاولة الصهيونية، كيف يعني؟ يعني كلمة إبادة وفق القانون الدولي تستوجب العقوبات الدولية، وبالتالي هذه لم تطلق هكذا يعني على شاكلتها أو بدون أي تقييد، وإنما تم الهدف والقصد ليكون بعد ذلك إذا ما تم السكوت عنها عقوبات دولية على تركيا منذ ذلك التاريخ إلى أبد الآبدين، كابتزاز ألمانيا بسبب ما يسمى إبادة اليهود ومحرقة اليهود. يعني يتم الآن نفس السيناريو، عوضا عن اليهود الأرمن وعوضا عن الألمان أن يكون تركيا هي المسؤولة. وبالتالي هذه المزاعم، هذه مزاعم لا قيمة لها لأنها أكاذيب. وصرح الرئيس أردوغان قال نحن منذ أن جئنا إلى الحكم نحن جاهزون لفتح الأرشيف التركي، هم يفتحوا أرشيفهم، وهذا ليس شأن السياسيين، هذا شأن علماء التاريخ والإنثروبولوجي والمسؤولين عن هذا الموضوع. لذلك هذا ما يسمى الابتزاز السياسي، تركيا ترفضه جملة وتفصيلا. واليوم تصريح لافت الرئيس أردوغان عندما قال على بايدن أن يدرس التاريخ جيدا، هذا عبارة عن استفزاز وهذا عبارة عن تحدي لتركيا، وتركيا لا تسكت عنه، وبالتالي لا قيمة لهذا الكلام. التاريخ أيضا هذا يعيدنا إلى ما مجازر ربما ارتكبت أيضا ارتكبتها بعض الدول المجاورة، مثلا اليونان، ربما اليونان تنتظر الآن هذه الإدانة لنقول أن تحصل لتركيا. كيف يمكن أن تقرأ ما يحصل عبر التاريخ الآن؟ يمكن أن يفعل مثلا ما يحصل في اليونان أو ما حصل عفوا في اليونان؟ طبعا يعني الدول يا سيدي دائما هي تحاول أن تستقوي على الدول التي ربما تظن أنها الدول ضعيفة، وبالتالي إذا ما كنت ضعيفا فلن يرحمك أحد، ولكن إذا ما كنت قويا وصاحب حق فيجب أن تحمي هذا الحق. الآن تركيا تغيرت يا سيدي، وبالتالي اليونان تحاول، أمريكا تحاول، أوروبا تحاول، لا قيمة لهذه المحاولات وهذه الادعاءات والأكاذيب، هذا أولا. ثانيا دائما يجب أن نعلم بأن هؤلاء هم الذين ارتكبوا هذه المذابح وهذه المجازر، والتاريخ وأيديهم ملطخ بالدماء. الأمريكا من قتل الهند الحمر في أمريكا المواطنين الأصليين بالملايين، يعني بالملايين. صحيح. من الذي قتل في تشاد وفي مالي وفي أفريقيا من قبل فرنسا؟ من الذي اليونان نفسها التي ترتكب مجازر الآن تقوم بإغلاق القوارب للمهاجرين في البحر، صحيح. وغيره من ذلك. لذلك هؤلاء دائما يحاولوا أن يصدروا ما يرتكبوه من جرائم على الآخرين، ولكن تركيا دولة قوية ودولة لن تسكت، وهي الآن
فندت هذه المزاعم كلها ولا لن يتم الرضوخ لهذه المزاعم التي تعتبر افتراءات وأكاذيب. ذكرت افتراءات وأكاذيب، لابد أن تقترن هذه التهم يعني تحقيقات قضائية بأدلة جنائية حصلت في تلك الحقبة، فكيف من الممكن أن يطلق رئيس أكبر دولة الآن من الدول الكبرى في العالم الرئيس الأمريكي جو بايدن هذه التهم من دون أدلة يعني في عن تلك الحقبة؟ يا سيدي هذا ديدنهم، ديدن الغرب دائما اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يتم تصديق الكذب، هذا واحد. ثانيا الإعلام هو يلعب دور أساسي ومع الأسف هو يساهم في نشر الأكاذيب. ثالثا أمريكا وبايدن تحديدا منذ قبل أن ينتخب هو لديه أهداف أساسية له، يعني من أهم هذه الأهداف كيفية تشويه سمعة أردوغان وكيفية إسقاط حزب العدالة والتنمية أو التأثير عليه من خلال التعاون مع المعارضة كما صرح هو بنفسه قبل الانتخابات. الآن ممارسة نفس الضغوطات من خلال يطمع في أن يكون هنالك استصدار عقوبات على تركيا، ولكن في المقابل هم يسيئون إلى الأرمن. تركيا الآن تقوم بدور بناء مع الأرمن، لدينا 76 ألف أرمن يعيشون في تركيا منعمين، لديهم كل ما للأتراك، هذا دليل واقع يعني، وهذا نعم وهو قوانين تحميهم، وتركيا دولة مفتوحة للجميع. الآن تركيا تقوم الآن بمحاولة أيضا فتح علاقات دبلوماسية مع أرمينيا الآن. أرمينيا الآن علاقات حدود برية، الآن تبادل تجاري، رحلات جوية الآن بدأت تسير. إذا تركيا تسعى لأمن وسلام واستقرار مع أرمينيا نفسها. ما شأنك أنت يا أمريكا؟ يعني أنت أمريكا أنت محامي عن أرمينيا مثلا يعني، وأنت يا أوروبا يعني من فوضك أنت يعني أنت محامي عن أرمينيا؟ أرمينيا صاحبة العلاقة، وتركيا تقول لأرمينيا نحن نريد أن نكون هنالك في وئام ونكون في سلام. لذلك هؤلاء يريدوا أن يصطادوا في ماء العكر. ما يزعجهم هو أن تركيا أصبحت دولة ذات سيادة لا تأتمر بأوامرهم، و وهي تريد أن تكون دولة عظمى وتسعى لأن تكون دولة عظمى، دخلت نادي أقوى 20 دولة اقتصادية في العالم، هذا الذي يزعجهم وبالتالي يشيطنون تركيا. ولكن هذه كل عام هذه الاتهامات تتكرر من الغرب والآن أمريكا خصوصا، ما المطلوب يعني؟ ماذا يريد الغرب وأمريكا تحديدا من تركيا؟ أن تعترف مثلا يعني جريمة لم تقترفها في عام 1915، وإن حصل ذلك يعني فلنفرض أن تركيا اعترفت، يعني هل سيسكت الغرب عن إدانة تركيا في ملفات أخرى؟ يا سيدي هذه قاعدة، إذا ما قدمت أي تنازل فمسلسل التنازلات سيستمر بشكل أقوى. وهؤلاء لا يرضيهم أي تنازل من طرفك، هؤلاء يريدون هو إنهاء هذه التجربة الناجحة في تركيا. تركيا نجحت بتجربة أنها قامت بسداد جميع ديونها لصندوق النقد الدولي، أصبحت دولة مستقلة ذات سيادة في ناحية صنع القرار السياسي، وبه تستطيع أن تقول لأمريكا لا، وتستطيع أن تقول لأوروبا لا، وتقول نحن هنا المصلحة الوطنية فكل اعتبار. هذا الذي يزعجهم الآن، وبالتالي ما يريدون هو أن يؤججوا وأن يكون هناك ذرائع لفرض عقوبات، تأجيج منطقة، يكون هنالك محاولة إسقاط الحزب الحالي، تشويه سمعة، هذا يعني محاولة الزج في تركيا في صراعات مبنية على أكاذيب، هذا واحد. ثانيا تركيا وأرمينيا الآن في صدد تسويت العلاقات، هذا لا يروق للغرب ولا يروق لأمريكا. يجب أن يكون هنالك دائما أزمات وحروب لكي لهم دور، دورهم في بيع الأسلحة، دورهم في بيع، أن يكون دائما هم يتدخلوا في رسم السياسات في المنطقة. وانتهت هذه الحقبة يا سيدي. تركيا الآن ليست بحاجة لا لأمريكا ولا لأوروبا، وهذه المزاعم لا قيمة لها، ولكن تسجل عليهم والتاريخ يسجل هذه المزاعم. وتركيا تقول للجميع بأن هذا الأمر شأن أهل التاريخ وليس أهل السياسيين. السياسيين عليهم أن يهتموا بسياساتهم، وأهل التاريخ يقوموا بعملهم، وتركيا جاهزة للتصفية مع الماضي، ولكن هذه عبارة عن أحداث مؤسفة حدثت للطرفين ليس فقط للأرمن، إذن للدولة العثمانية. الدولة العثمانية نعم. إذن هي ذريعة كما تفضلتم، ما هي إلا ذريعة والهدف واضح قد ذكرتموه. الآن تركيا كما تفضلتم تسعى إلى حل نهائي لحل هذه الأزمة مع الأرمل وبالتالي مع الغرب أيضا. هل تعتقد أن لدى الطرف الآخر قبولا لهذه الجهود الدبلوماسية؟ الطرف الآخر إذا ما قصدت به الأرمن نعم. الأرمن نعم هم أرحبوا بذلك. تركيا دولة قوية ودولة لها ثقل إقليمي في المنطقة، وهي لاعب متنامي ومهم، وهنالك
حدود مشتركة بين أرمينيا وبين تركيا، وإن كانت حدود يعني بسيطة جدا، ولكن دائما عندما تلعب مع الأقوياء تقوى. فأرمينيا يهمها أن يكون لها يعني سند أو يكون لها صلات جيدة مع تركيا القوية، ولكن هذا لا يروق للغرب. الغرب لا يريد أن يكون هنالك تصفية حسابات أو يكون هنالك إخماد ما كان ادعاءات كاذبة قبل 100 عام. يريدون دائما إذكاء هذه العداوات، العداوات بين الأتراك والأرمن، الأتراك والعرب، الأتراك والأكراد. يجب أن تبقى المنطقة مشتعلة ليكون هنالك ذرائع لهم، هذا أولا. ثانيا، أرمينيا يا سيدي الآن هي بصدد كما أسلفت تطوير العلاقات مع تركيا وتجاوز هذه المرحلة، وتركيا مصرة على تجاوز هذه المرحلة وستبقى هذه المرحلة. يجب أن يكون هنالك مصداقية في نقل المعلومة. الغرب يكذب، والإعلام الغربي لا يهمه الحقيقة، وإنما يهمه دائما أن يكون هنالك مزاعم يبني عليها افتراضات ليحاسب عليها ويبتز. هذا ابتزاز سياسي مع الأسف لا قيمة له، وهو يسيء لهم قبل أن يسيء إلى تركيا. تركيا ماضية في طريقها لأن تصبح دولة عظمى في عام 2023 بإذن الله عز وجل. لذلك الرئيس التركي يعني في تصريحه، هل تعتقد أن فيه تصريح واضح أو تلميح إلى إشارة إلى إمكانية إصلاح العلاقات بين تركيا وأرمينيا منذ الآن بدأ بإصلاحها؟ نعم، بكل تأكيد. نعم، دائما تركيا سياسيا ودبلوماسيا، والدبلوماسية الخارجية التركية الآن شهدناها في آخر مرحلة، هي في مرحلة انعطاف واستدارة وسياسة الاحتواء، وأن يكون هنالك إعادة تصفير المشاكل مع الدول، خصوصا دول الجوار، إن ذلك سواء كان مع في الملف المصري، في الملف مع بعض دول الخليج، الآن مع أرمينيا أيضا. لماذا يكون هنالك تصفية؟ ما هي المشاكل؟ يتم طرحها ويتم حلها وإيجاد حلول لذلك، هذا أولا. ثانيا، تركيا حريصة على بناء علاقات دبلوماسية، فتح سفارة تركية في أرمينيا، فتح سفارة أرمينية في تركيا، لدينا مواطنين أرمن في تركيا يعيشون هنالك، من يرغب في التجارة من تركيا إلى أرمينيا ويستثمر في أرمينيا، وهي أرض باكرة، أرض، وبالتالي التقارب وتصفير المشاكل هذا يزعج الغرب، لا يروق لهم، ولا يروق لهم يا سيدي، وبالتالي هم دائما سيضعوا العصا في الدواليب وسيختلقون المشاكل والمزاعم والأكاذيب. ولكن أتوقع أن المنطقة أصبحت والعالم أصبح قرية صغيرة، وكل المشاهدين والمتابعين لهذه الأحداث يعلم وهم أذكياء بأن هذه المزاعم لا قيمة لها، وما يتم طرحه من ادعاءات لا، طالما لا توجد أدلة دامغة ومن أهل الاختصاص فهذه تبقى ادعاءات وليس لها أي قيمة على أرض الواقع. إذن أستاذ يوسف كاتب أوغلو، الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. شكرا، شكرا، تحياتي.